بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طالبات الصف السابع باء في أكاديمية الميقات الإسلامية في مادة الحاسوب، الوحدة الثالثة في مادة الفصل الثاني، وهي تتكلم عن برنامج معالج النصوص. بنات، برنامج معالج النصوص تكلمنا عنه في السنوات الماضية، تمام؟ برنامج معالج النصوص هو برنامج يقوم بتصحيح الأخطاء وتعديلها وتحريرها، تمام؟ أثناء إذا بتتذكروا برنامج معالج النصوص هو برنامج ينتمي لعائلة الأوفيس، برنامج ينتمي لعائلة الأوفيس، أوكي؟ اوكي ينتمي لعائلة الأوفيس ويدعى برنامج معالج النصوص، يدعى برنامج معالج النصوص باللغة الإنجليزية مايكروسوفت أوفيس وورد. إذا هو برنامج، هو أحد أفراد عائلة الأوفيس، هو الشركة المصنعة اسمها مايكروسوفت، هو أحد أفراد عائلة الأوفيس، تمام؟ والشركة المصنعة اسمها مايكروسوفت. بنات، بدي اسالكم، شو بتعرف عن برنامج الوورد او برنامج معالج النصوص؟ ارفعوا ايديكم. ايه مين بده يحكي لي عن برنامج معالج النصوص؟ شو بتعرف عن برنامج معالج النصوص؟ برنامج معالج النصوص. اه شوي. حياة، عائشة، ميس، تفضل يا سلام. هو نظام التبويب في تصنيف العوامل المتشابهة في مجموعات، يسهل على المستخدم ما يريد من تلك الأوامر بالإضافة إلى ما يتمتع به من تصميم رواج ممتاز، سلام. إذا في النهاية هو برنامج يقوم بتعديل النصوص وتحريرها، تمام، ويفيد المستخدم في كيفية كتابة النصوص وإضافة التأثيرات لها على هذا البرنامج. وهو برنامج، حكينا، أحد أفراد عائلة الأوفيس، والشركة المصنعة شو اسمها؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت. مايكروسوفت، تمام. يمكن بيعرف كيفية تشغيل برنامج معالج النصوص، لأنه احنا أخذناه مادة إضافية في الصف الرابع والخامس، تمام، أخذنا برنامج الوورد أو برنامج معالج النصوص. طيب بدي أسأل عائشة، برأيك، إذا بتتذكري كيفية تشغيل برنامج معالج النصوص؟ عائشة، نحول السؤال. تفضل يا سلام. انقر على زر ابدأ ونختار كافة البرامج All Programs، تظهر قائمة في الرعية، نختار منها مايكروسوفت اوفيس، تظهر قائمة، اختر منها مايكروسوفت وورد 2010، فيتم تشغيل برنامج. جود، ممتازين، ممتاز يا حياة. إذا ستارت أول بروجرام السلام. مايكروسوفت أوفيس وورد 2007 أو 2010 أو 2013، في 3 إصدارات، تمام. فإحنا يعني خلينا الاختيار بين استخدام 2007 أو 2010 أو 2013، هم تقريبا نفس الشيء، ولكن الاختلافات بينهم بسيطة جدا، تمام. خلينا ناخذ فيديو توضيحي عن برنامج الوورد مع بعض، أوكي بنات؟ اوكي اسمعوا القصة بالله. هاي قصة بس كتابة بدون صوت. عادت سارة من المدرسة وهي تشعر بدوار ودرجة حرارتها مرتفعة. ذهب بها والدها إلى المستشفى. قامت الطبيبة بفحصها ثم دونت العلاج المناسب في الوصفة الطبية، كتابة ورقية. شايفينها كتابة ورقية. لكن الكتابة غير الواضحة للوصفة جعلت الصيدلاني يصرف لها دواء آخر لا علاقة له بمرضها. وبعد مرور عدة أيام من تناول سارة للدواء زادت حالتها الصحية سوءا. وذهب بها والدها إلى المستشفى مسرعا. تسبب تناولها للدواء الخاطئ إلى مضاعفات خطيرة كادت تودي بحياتها. أثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة، فأصدرت إدارة المستشفى قرارا بالتزام الأطباء باستخدام برنامج معالج النصوص في كتابة الوصفات الطبية، أي أن الوصفات الطبية كانت مطبوعة، تمام؟ تمام. نحضر قصة ثانية.
معلش. هاي قصة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا بركة؟ الحمد لله بخير، وأنت؟ الحمد لله. أجل، ولكني استنفذت كل طاقتي بالأمس. لماذا؟ قلت أكتب بحثا للأستاذة ماري. ناوليني الورقة. أرى. ما هذا يا مراقبة؟ ماذا هناك يا سامي؟ إن خط يدي غير واضح أبدا، وأخطائك الإملائية كثيرة. ماذا أفعل يا سامي؟ لا تقولي أن أعيد الكتابة مرة أخرى. ألم تسمعي ببرامج الكمبيوتر التي تصير الكتابة وخطها كذلك جميل وواضح؟ هل هناك برامج تفعل ذلك حقا؟ أجل، بل إنها بشكل تلقائي تبين أخطائي وتصححها. سمي برنامجا من هذه البرامج، فأنا بحاجة إليها كما تعلمين يا سامي. لن أخبرك. لماذا؟ هدئي من روعك يا مراكا، ستعلمين ما هو، ولكن ليس مني، ممن؟ لصديقاتي اللاتي شاهدن حوارنا. أخبروني عن اسم هذا البرنامج وما هي مزاياه. بنات سابع، يعني بدنا نتعرف على اسم البرنامج. يا سلام، أو يا عائشة وحياة وميس، هسه اسم البرنامج، شو اسم البرنامج يا حياة؟ مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت أوفيس وورد. طب وما هي مزاياه؟ ميس، ميس معنا؟ معكم. ما هي مزايا هذا البرنامج؟ يلا يا ميس. تساعد. يلا يا ميس، يلا يلا. لا لا، ما تكتبي، اقرأي. معالجات النصوص جميعها بصورة أساسية بطريقة نفسها، لذا فعند اتقانك أحد هذه البرامج تصبح قادرا على استخدام أي برنامج آخر. ممتاز يا ميس، ممتاز يا ميس. إذن يساعد على تصحيح الأخطاء وتعديلها. يساعد على تصحيح الأخطاء وتعديلها. في سؤال لحد هون يا بنات؟ لا. سابع، كله واضح؟ آه. طب إذا سمحتوا تفتحوا لي كتابكم صفحة 5. هي أنا فتحت. تشغيل برنامج معالج النصوص. يتم تشغيل برنامج معالج النصوص زي ما حكت لنا سلام، حكت لنا ستارت اول بروجرام مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس وورد، تمام. ويمكن ايضا في طريقه اخرى لتشغيل برنامج معالج النصوص، هسه رح نتعرف عليها. اوكي اوكي ممكن من خلال السيرش، اتفرجوا على الشاشه هان السيرش، تمام. نكتب وورد، أو نكتب ما هو من عائلة أوفيس، صح؟ هاي أوفيس، هي طلع لنا مايكروسوفت أوفيس وورد 2007، تمام؟ وأنا في عندي 2013 بس لسه ما عملت له أبديت. خلينا نشغل برنامج مايكروسوفت أوفيس وورد 2007 من خلال النقل المزدوج على هذه الأيقونة، فيتم تشغيل البرنامج. خلينا نتفرج على البرنامج عشان نتعرف على الشاشة الرئيسية وعلى أجزاء الشاشة الرئيسية. شايفين بنات؟ هاي اشتغل البرنامج عندنا، شايفين الشاشة الرئيسية عندنا؟ تمام. راح اسأل، لأنه احنا أخذنا المادة ولكن أخذناها في الصف الرابع والخامس، ولكن بدنا نحاول نسترجعها. هسا شاشة برنامج أو برامج الأوفيس كلها تحتوي على عدة أجزاء رئيسية للشاشة متشابهة، يعني الشريط الذي يكون في أعلى الشاشة ما هو اسمه؟ يلا. يلا سابع. عادي أحكي؟ تفضل حياتي. شريط العنوان. جود، شريط العنوان. طيب حياتي، شو محتوياته؟ شو محتويات شريط العنوان؟ شو هذول الثمن؟ هذول شو اسمه؟ شريط أدوات
الو شوي شوي والسريع، اسمهم. تمام؟ وهذا يكون مكتوب موجود ازرار للتحكم للكلوز والريستور داون والمينيمايز، وايضا في وسط الشريط يكون مكتوب دوكيومنت 1 اللي هو اسم الصفحه اللي فاتحينها، الاسم الافتراضي لبرنامج الوورد حكينا دوكيومنت 1، مظبوط يا سابع؟ وهنا اسم البرنامج مايكروسوفت وورد. طيب بدي اسال سؤال اخر، ما هو اسم الشريط الذي يقع اسفل شريط العنوان؟ هذا الشريط، يلا مين بيجاوبني؟ انا. غير ايات حياة، ايات بالضبط. غير حياة. عائشة، معنا عائشة؟ انا. وين اي واحد؟ هذا الشريط الذي يقع اسفل شريط العنوان. خلينا نشوف إجابة ميس. ميس تفضلي. شريط المعلومات. هذا الشريط الذي يقع أسفل شريط العنوان يا ميس. علي صوت ميس. شريط المعلومات. لا 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 ميس، الشريط الذي يقع أسفل شريط العنوان هو شريط القوائم. شريط القوائم حيث يحتوي على 7 قوائم، وكل قائمة تحتوي على عدة فقرات، هاي فقرة وهاي فقرة يا ميس وهاي فقرة، تمام؟ يحتوي على عدة فقرات، وكل فقرة تحتوي على عدة أزرار خاصة فيها، تمام؟ إذا أول شيء شريط العنوان حكينا عنه، الشريط الثاني الذي يقع إحنا كاتبين عنا، إحنا كاتبين عنا التبويبات مش بدي أحكي، استنى اصبر شوي بس، اصبر شوي يا سابع. شريط القوائم، تمام؟ أول شيء شريط العنوان الذي يقع في أعلى الشاشة، والشريط الذي يقع أسفله يدعى شريط القوائم أو شريط التبويبات، لأنه يحتوي على مجموعة من القوائم أو التبويبات، ولكن نفس المعنى ولكن بس اختلاف المسميات. شريط القوائم هو نفسه شريط التبويبات، حيث يحتوي على العديد من القوائم أو يحتوي على العديد من التبويبات، وكل تبويبة أو قائمة تحتوي على عدة فقرات، وكل فقرة لها عدة أزرار خاصة فيها، تمام؟ خليني أسأل السؤال مرة ثانية، ما هو الشريط الذي يقع تحت شريط العنوان يا ميس؟ ميس؟ يلا ميس عندي. شو الشريط؟ يا شو اسم الشريط؟ العنوان. لا مو العنوان، اللي تحته. يدعى يا ميس شريط التبويبات أو شريط القوائم، أوكي؟ شريط التبويبات أو شريط القوائم. إذن إحنا تعرفنا على شريط العنوان، هي على الشاشة الرئيسية شريط العنوان. هذا الشريط الذي يقع أسفل شريط العنوان هو شريط القوائم أو شريط التبويبات يا ميس، أوكي؟ خلينا نفتح الكتاب صفحة 6. أول شيء شريط أدوات الوصول السريع مكتوب رقم 1، شريط أدوات الوصول السريع الذي يكون في أعلى الشاشة. شريط أدوات الوصول السريع وهو الشريط الذي يكون في أعلى الشاشة ويكون بداخل شريط العنوان، حيث يتوفر هذا الشريط الوصول السريع الأوامر التي نستخدمها في معظم الأحيان، هذه الأوامر الموجودة، تمام؟ التابع لشريط الوصول السريع، أدوات الوصول السريع عفوا، وهي جزء من شريط العنوان، تمام؟ بدنا نتعرف على رقم 3 وعلى العناصر التحكم في النافذة أو الإطار اللي حكينا عنهم، هي هذول يا سابع بنات اللي هي الكلوز الإغلاق، تمام؟ الهاي الريستور داون اللي هي استعادة الإطار للأسفل، وهاي المينيمايز اللي هي تصغير الإطار إلى شريط المهام. شو يعني تصغير الإطار إلى شريط المهام؟ يعني بنزل هاي الشاشة نضغط عليها بنزلها تحت في شريط المهام هون، هاي برنامج الوورد نضغط عليه مره ثانيه ظهرت عندنا، تمام؟ وعندنا الزر هذا اللي هو تكبير الاطار، اذا كانت هيك صغيره هيو نضغط عليه فيتم تكبير الاطار. في سؤال يا بنات لحد هون؟ في سؤال؟ لا 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 ممكن. جود. خلينا نتعرف على النقطه الرابعه، اتفضلي يا عائشه، عائشه مش معنا عائشه اليوم؟ بالله تفضل عائشة. يلا، قائمة ملف تحتوي مجموعة من الأوامر التي تستخدم في برنامج معالج النصوص وورد مثل حفظ وحفظ باسم وفتح وإغلاق.
جود. قائمة ملف فايل نيم، تمام، حيث تحتوي مجموعة من الأوامر اللي تستخدم في برنامج معالج النصوص، هي هنا مستعينين فيها. الكتاب بيحكي عن 2010، احنا هنا بنحكي عن 2007، مستعين فيها بالزر هذا، تمام. ويحتوي على حفظ، وحفظ باسم، وفتح واغلاق. هاي حفظ، سيف حفظ، سيف از حفظ باسم، اوبن يلا نيو جديد. في سؤال لحد هون يا سابع؟ لا نعم. ممتازين. هسه النقطة الخامسة وهي القوائم أو التبويبات. يا سلام، حكيتي لي إنه اسم التبويبات، لا كمان في الاسم اسمه القوائم. يا سلام، تفضلي تفضلي سلام، اقرأي لي التبويبات. يحتوي كل تبويب على مجموعات من الأوامر المرتبطة فيما بينها بموضوع معين، مثل تبويب الصفحة الرئيسية وتبويب إدراج وتبويب تبويب الصفحة الرئيسية هي الهوم. التبويب الثاني اللي هو insert إدراج، والتبويب الثالث اللي هي البيج لاي اوت تخطيط الصفحة، تمام. والتبويب الرابع reference المراجع، mailing، ريفيو، فيو. هاي هي تبويبات او قوائم، وكل تبويب يحتوي على عده فقرات، صح يا سابع؟ وكل فقره تحتوي على ازرار خاصه فيها، تحتوي على عده ازرار خاصه فيها. في سؤال لحد هون؟ لا لا سؤال؟ لا. ممتازين، ما يسعى عندك سؤال؟ لا. ممتازين. النقطه السادسه وهي المجموعات، المجموعات أو الفقرات، تمام. المجموعة هي نفس الفقرة، القائمة هي نفس التبويب. يعني إحنا كنا نحكي هاي قوائم، صح؟ هاي قوائم أو تبويبات، وهاي اسمها فقرات أو مجموعات. هاي فقرة أو مجموعة. الفقرة ما هي بتحتوي على عدة أزرار، أو المجموعة نفس المسمى بتحتوي على عدة أزرار، وكل زر له وظيفة. كل زر له وظيفة معينة، تمام؟ مثل خلينا نشوف أسماء الفقرات أو المجموعات، مثل الكليب بورد، الفونت، الخط، الباراجراف، الستايلز، الأنماط، تمام؟ وفي عندنا الإيديتنج اللي هي التعديل. هاي إذا هاي عدة مجموعات، عدة مجموعات، وكل مجموعة تحتوي على عدة أزرار، تمام يا يا سابع؟ تمام. مين بده يحكي لي أو مين بده يوضح لي النقطة السابعة اللي هي المؤشر يا سابع؟ عاد احكي مين؟ شو اسمك حياة؟ تفضلي. هو الإشارة النابضة التي تحدد موقع الكتابة أو التعديل في النص. إذا يجب تحريك هذا المؤشر إلى مكان المراد إجراء الكتابة أو التعديل فيه. تقدر تحطي لي عليه خط أحمر اللي هو المؤشر الموجود على الشاشة عندك؟ حطي لي عليه خط أحمر بالله إذا سمحتي. يلا هي. ممتازة. هذا هو المؤشر النابض يا ميس شديده، تمام. هذا هو المؤشر وهو الإشارة النابضة، الإشارة النابضة الذي تحدد موقع الكتابة والتعديل عليه. هي هذا هو، أحط لك عليه خط أحمر. المؤشر هي. راح المؤشر. هي هذا هو المؤشر النابض. هذا هو المؤشر النابض، شايفينه؟ تمام. النقطة الثامنة وهي المسطرة، الرولز، أو عفوا الرولر. الرولر وهي المسطرة، وتوجد مسطرتان. المسطرة هي المسطرة في برنامج وورد، مسطرتين، مسطرة أفقية ومسطرة عمودية. المسطرة شايفينها، هاي على يمين الشاشة اللي بتطلع الورقة وبتنزلها لفوق ولتحت، تمام. واذا كان الورقه مثلا كبيره يوجد مسطره افقيه، هاي مسطره عموديه، تمام، للاعلى وللاسفل. والمسطره الافقيه لليمين واليسار، لليمين واليسار. المسطره العموديه للاعلى وللاسفل شايفينها يا سابع؟ المسطره الافقيه للاعلى وللاسفل، والمسطره العموديه، عفوا، المسطره العموديه للاعلى وللاسفل، والمسطره الافقيه لليمين واليسار. في سؤال لحد هون؟ لا. طيب، لا. النقطة التاسعة وهو شريط المعلومات. شريط المعلومات هو شريط مهم جدا في برنامج معالج النصوص، ويوضح حالة البرنامج، ويوضح
حالة البرنامج، ويظهر في هذا الشريط مثل الصفحات وعدد الكلمات، بالإضافة إلى شريط تكبير وتصغير نسبة عرض المستند. عائش، سلام، سلام، تقدر تحدد لنا شريط المعلومات وينه؟ يلا. شريط نسبة شريط المعلومات. هذا هو شريط المعلومات. ماشي؟ قد يا سلام، بس ولكن مش كامل. هسه بدي احدد لكم اياه انا. هيك تمام، ممتازه. اذا هذا هو شريط المعلومات بالكامل. هيو هذا الشريط من هان ببدا. تمام. هذا هو شريط المعلومات، شايفينه؟ هاي انا حطيت عليه خط احمر، هذا هو شريط المعلومات. اوكي، هذا شريط المعلومات، شايفينه؟ أوكي. هذا هو شريط المعلومات مكتوب في بيج 1 اللي هي صفحه واحد من صفحه من عدد صفحات واحد، الوورد اللي هي الاحرف صفر لسما في احرف. خلينا نجرب نكتب، خلينا نجرب نكتب. بيختلف عدد الاحرف؟ لا. اذا وورد كلمات، كلمة اثنين نعمل سبيس، هاي ثلاث سبيس، أربعة، شايفين وورد أربعة، شايفين نوع عدد الكلمات؟ والإنترنت ستيت، هاي اللغة المستخدمة في الكتابة اللي هي اللغة الإنجليزية. أوكي، ممكن نختار عربي. هذا عدد في كلمة موجودة في إيش الصفحة، هاي هون اللغة، هون اللغة إنجليزي. خلينا نكمل النقطة العاشرة، وهي أشرط التمرير العمودية والأفقية. أشرط التمرير العمودية والأفقية، خلينا نفهم نقرأ أشرط التمرير العمودية والأفقية. بدي أشوف إنكم مكتوبين معي ولا لا. اقرأي لي إياها يا عائشة. أشرط التمرير العمودية والأفقية، استخدم هذه الأشرطة لاستعراض محتويات عمودية وأفقية. طيب وين موجودات يا عائشة أشرطة التمرير العمودية والأفقية؟ تحت وعلى الجنب. طب ما قبل شوي حكينا عنها، مشينا المسطرة؟ مسطرة لا. طب شو المسطرة؟ المسطرة؟ المسطرة هي أنا بعرف، تستخدم لبيان حدود الصفحة، لبيان حدود الصفحة. تمام؟ شايفينه؟ بس مش مبينة هسه هي، صح؟ طبعا هسه بنطلعها، اللي هي الرولر. هسه بنحاول نطلعها. نشوف هنا، دقيقة والله. الرولر مش موجودة هنا. الرولر موجودة هنا، راح تكون لازم. ديسبلاي. الجراف ماركس لا، الهيدن تكست لا، الاوبشن شوف الجراف ماركس. مش مبين هون. نبحث عنها مرة ثانية. اوكي، اللي بتكون الحدود الصفحة اللي اشوف لكم اياها، احاول اشوف لكم اياها. الرولرز، الرولرز، بنحاول نبحث لكم عنها مره ثانيه. تمام، ولكن هي تستخدم لبيان حدود الصفحه، تختلف عن اشرطه التمرير العموديه هاي والافقيه، تختلف عن اشرطه التمرير العموديه
ولو في الكتب. والنقطة الأخيرة وهي الصفحة البيضاء، يلا يا ميس. ميس اسمها هاي الصفحة البيضاء؟ اسمها رقم النقطة رقم 11. ضوء العمل. علي صوتك. حيز العمل. جود. حيز العمل. حيز العمل وهي الصفحة البيضاء التي يتم الكتابة عليها وتظهر فيها النصوص والصور والأشكال المدرجة. تمام؟ في سؤال لحد هون؟ لا. خلينا آخر نقطة وهي إنهاء العمل والخروج من برنامج معالج النصوص. إحنا مثلا اشتغلنا على البرنامج، لإنهاء العمل والخروج من برنامج معالج النصوص في عندك عدة طرق لإنهاء العمل، منها الطريقة المعروفة دائما اللي هي على زر إكس، صح؟ نضغط على زر إكس بيظهر لنا مسج Do you want to save the change to document 1؟ هل تريد حفظ التغييرات على الصفحة اللي اسمها document 1؟ Yes or no. في طريقة أخرى من هنا من زر فايل نختار كلوز، اوكي، ونفس المسج لازم يطلع عندنا Do you want to save the change. Yes or no or cancel. إذا في طريقتين لإغلاق البرنامج وإنهاء العمل، اوكي. في سؤال لحد هون؟ لا. في سؤال لحد هون يا سابع؟ لا. طيب هيك بنكون انهينا درس اليوم، ويعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه اليوم، ما شاء الله عليكم، كنتم مجتهدين وملتزمين معنا، وان شاء الله بنشوفكم بحصص قادمه. يعطيكم العافيه.